لعله أجمل وصف وصفت به نساء مدينة أثينا على مر التاريخ. ذاك هو وصف الرحالة الشهير أوليا جلبي، والذي ذكر نساء أثينا بأجمل ما توصف به النساء، فمدح جمالهن وزينتهن ولباسهن وأخلاقهن، وذلك في صيف عام 1667 ميلادية. فكيف رأى أوليا جلبي نساء مدينة أثينا ضمن ما رأى في تلك الفترة؟ من هو أوليا جلبي؟ وكيف كانت أثينا في تلك الفترة وقت زيارته؟ إنه أوليا جلبي أحد أشهر الرحالة المسلمين، وهو أشهر رحالة تركي. إنه أوليا ابن درويش ابن محمد ظلي، ولد في مدينة إسطنبول عام 1611 ميلادية، وتوفي أواخر عام 1684 ميلادية عن عمر يناهز 73. على مدار أكثر من 40 سنة قام أوليا جلبي بزيارة عديد من البلدان والدول والأقطار والجزر، وسجل مشاهداته لتلك الأماكن، فوصف المدن وتاريخها وآثارها وعمائرها، وسجل كل ذلك في مؤلف ضخم من 10 أجزاء عرف باسم كتاب سياحة نامة، أي كتاب الأسفار أو الرحلات. ولتبيان أهمية هذا المؤلف الضخم سياحة نامة لأوليا جلبي بأجزائه 10، نذكر الأماكن والمساحات الجغرافية الواسعة والأصقاع البعيدة التي زارها أوليا جلبي ووصفها وضمنها كتابه، وتشمل تركيا الحالية ودول البلقان، والتي تشمل اليونان وألبانيا وبلغاريا والبوسنة وصربيا والمجر ومقدونيا وأرمينيا، وأيضا معظم دول أوروبا، ومنها بوهيميا، بروسيا، بولندا، السويد، الدنمارك، النمسا، هولندا، دونكيرك. عام 1456 ميلادية، وبعد عامين من فتح مدينة أثينا زارها السلطان العثماني محمد الفاتح بنفسه، وزار الأكروبوليس وزار الآثار الكلاسيكية الأخرى، وأعجب بهذه الآثار إعجابا شديدا وأثنى عليها، وأثنى على مدينة أثينا مدينة الحكماء، وأعطى أثينا أوقافا وامتيازات من السلطان. واستمر الحكم العثماني لمدينة أثينا قرابة 400 عام، منذ عام 1456 وحتى استقلال أثينا عن الحكم العثماني سنة 1830، وأصبحت منذ سنة 1834 عاصمة الدولة اليونانية. وحتى ذاك التاريخ كان يوجد بأثينا عددا معتبرا من الآثار العثمانية الإسلامية، منها 8 مساجد جامعة يقام فيها الصلوات وترتفع مآذنها شاهقة عالية، والتي ظهرت جليا في رسوم الرحال. وتتمثل أهم الآثار العثمانية الباقية في أثينا حتى الآن في جامع مصطفى زيسداراكس بميدان مونستيراكي، وجامع الفاتح أو الفاتحية في السوق الرومانية الأثرية القديمة، وبالقرب منه توجد بقايا مدرسة محمد فخري، ولا تزال كتلة مدخلها باقية ونقش التأسيس مثبت عليها. وبالقرب من هذه المدرسة يوجد حمام السوق الوحيد الباقي من بين 4 حمامات كانت في مدينة أثينا. ونعود لوصف نساء أثينا الذي ذكره وأورده أوليا جلبي في الجزء 8 من كتابه سياحة نامة، حيث أورد عنوانا فرعيا تحت ذكر النساء المحبوبات. وكتب أوليا جلبي
تعتبر سيدات أثينا الروميات أجمل نساء العالم، وتوجد فتيات شديدة البياض بحواجب مرسومة. ويستطرد أوليا جلبي في الوصف: وهن دقيقات الثغر وأسنانهن كاللؤلؤ، وتظهر غمازات على خدودهن عندما يبتسمن، وهن فتيات ذوات وجوه مشرقة نقيات وقورات، وكل واحدة منهن كالغزال ذوات عيون ملونة معسولات الحديث، أجسادهن كالفضة، وجوههن وضاءة طيبات القلوب حسناوات الصوت، فصيحات اللسان يعبرن بأجمل العبارات وأحسن الكلمات.